الدخلة. خلينا نحكيه شوية تلفزة تي في في الدخلة. فما فيديو دور من أول الجمعة وأنا متوفيها لازم باش نعديها. بوبكر بن عكاشة في الثانية يدافع عن الفلاح. نشوفه مع بعض. سيبوا الفلاح، سيبوه يخدم كيف، سيبوه سيبوه سيبوه، لا صندوق دعم عندك لا حتى شيء، راهو فلاح، راهو كي تحسوه ما يتكلم عليه حد، وكي يغلس وا 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 وا. سيبوه الفلاح، سيبوه سيبوه. انت تشتري في السروال من الفريب ب 80,000، سروال من الفريب جايك من درامانا بلاد، لابسه فرانسوا قبلك بتع بيه وبعد جابهولك اللي كنت شريته ب 80,000. أو كنت ماخذوا من يدين مشقة، يدين مشقة، يدين مدمدمة، سقين حافية بالبرد وبالمسحة، محروق في الصيف وفي الشتاء وأكل وحالته تكرب، لا يصيف لا يشتي لا يعمل حد شيء. حاسدو بخديش تشري انت زيت، تشري 10 لتر 20 لتر تستهلك فيهم، 20 لتر ب 10,000 يجوا 200,000، و 20 لتر ب 20,000 يجوا 400,000، باش تفقر انت. بينما هو يعمل يربي اللحمة، نقولوا نحن مش يقعد ينتج، مش يقعد ينتج لك ويجيب في الثروة البلاد اللي جابها فوسفات، اللي جابها ما تجيب أكثر منه كان صناعة. ما عدا ذلك لو حتى حد ما جاب أكثر منه العام اللي فات، وإن شاء الله العام هذا ثروة للبلاد. واضح دونك، سيبوه سيبوه. شنو رأيك وليد؟ نقوله من أبو بكر ما نسيبوش الفلاح، ما نسيبوش ما نسيبوش ما نسيبوش أبو بكر ما نسيبوش الفلاح. وش دخل سروال جين في الواحد في فرنسوا؟ نحكي فلاحة ولا نحكي ثبت لي روحك، تكستيل ولا فلاحة؟ كمل كمل. ما نسيبوش الفلاح. وليد الزيني وجه رسالة قاسية إلى أبو بكر، ما نسيبوش الفلاح، الفلاح غالي علينا، هذاك علاش ما نسيبوش، لازم غالي علينا ولازم نغليو عليه الفلاح، باش ديما غالي الفلاح، غالي على قلوبنا، البطاطا غالي علينا، البطيخ غالي علينا، الفستق غالي علينا، كل شيء غالي علينا، ما نسيبوش الفلاح، ما نسيبوش الفلاح، ولا وا 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 ولا حد شيء أبو بكر، لا وا وا ولا حد شيء. فرنسوا نتاعك عليه، علاش ما يلبسش الجبة نتاعنا فرنسوا؟ بعد ما يلبسها عليه والصادق وعمر، علاش احنا كان فرنسوا يجيب؟ بارك الله فيك، ما نسيبوش الفلاح أبو بكر. الشعبة وهي في جملتين، يلا مطرات ونرجع للجدية. طبعا لو فلحنا نعتبر الفلاح قيمته اعتبارية، وقلنا احنا سابقا الفلاح قيمته كبيرة برشا، لكن الناس مش عارفة قيمته، باخسته قيمته، ومش احنا باخسينه القيمة متاعه، الوسطاء اللي ياخذوا من عنده هما باخسينين له السلعة متاعه والفلاح متاعه والمنتوج متاعه. الفلاح مضبينا يخدم في راحة تكون أسعاره بطبيعة الحال تفاضلية، واحنا في علاقة جدلية قريبة بيننا وبين الفلاح، هو اللي وكل في الناس، هو اللي وكل في الشعب، هو اللي ينتج. الفلاح قيمته كبيرة برشا، واضح. مش المواطن العادي هو ضد الفلاح، الوسطاء هذوك هم اللي ضد الفلاح. كلام أبو بكر يقول الفلاح كي يربح تبدأوا هيجين تسبوا فيه، أما كي يخسر ويدمر ما يحكي عليه حد، ما يسموش يخسر، جيه مرات يخسر مرات يربح مرات يخسر. الفلاح يعاني من حاجات أخرى، الفلاح يعاني من ناس أخرى، لكن اللي يعطيوه الدواء ما همش الرجل المناسب في المكان المناسب، ما همش فاهمين حتى شيء. الفلاح قاعد يعاني، قاعد يضربوا له في الارض نتاعه في الفلاحه نتاعه. دونك نسيبوه ولا ما نسيبوهوش؟ ما نسيبوش، نحبوه الفلاح، لازمنا ندافعوا عليه. واضح. رخ نكمل. كيفاش تبدا نهارك؟ البارحه الكوتش عايدة نصر في برنامج نسوين مع فاطمه سويد تحكي كيفاش لازمك تبدا نهارك، شوف معنا. كان فيق الصباح ويبدأ يا ربي والعمل عليك، لو كان أنا نفيق ولي نحل عينيا ونقول هو علي النهار كيفاش باش يتعدى، سيء نهارك، نهارك الكل باش يتعدى، المشوم يجبد خوه جايين الكل، لو كان تهبط وتقول كوا كي لاريف اليوم بنهاري باش يتعدى محلاه، تي فافوار كانوا حتى لو كان تصير حاجة ماهيش حلوة سافا لاباس وماشي، لو كان تقول أيا تنشوف النهار شنو باش يعطي، انت سيبت روحك هكاك للطاقات، دونك انت ونهارك جاي النهار مليح طوميو، جات حاجه خايبه باش تهزك معاها الاثنيه اخرى. بالحق امور معنويه تنجم تاثر بالحق. ايه وي هي تاثر، مش نعمل، هو حتى في الدين نتاعنا موجود تفائل وخير تجدوه،
نحكي حتى امور دينيه وامور نفسيه. جينا الشيخ غسان خليك بعيد على الدين. لا هو تو يحكي لنا من اللي يعني حاجات تربيت عليهم هذوما ما نقعدوش ندمروا برشا. وليد الزين باركونتر قال لي لا قال لي فما صباح تفائلت قلت يا ربي نهار ما احلاه هبطوا فاتورات ومصايب والدنيا تعرض فاتوره الضوء فاتوره الماء فهمتني الانترنت الانترنت يعك السنديك فهمتني الدور مغادي سي متران فهمتني تهبط عليك المصاريف يكلموك يا جماعه يقول لك ثم جاي مش ضيفه بحذاك فهمتني صاي انت كيفي ما نستعرفش بالسنديك السنديك كله ما يهدو نقعد ساعات بالعام ما نخلصهمش ديما في مخي ما لازمش نخلصهم بعد نقول لهم سامحوني ونمشي نخلصهم بالسيره ما اسمع هذه الحكايه هذه تو ليس تو سامحني سي متران باش نزيدك حكايه تفضل ثم نوعيات سي متران يعملوا لك في حاجات ما عندها حتى علاقه بالواقع راه الواقع في حاجه والله باش نعدي لك فيديو انا باش نعدي لك باش تعدي انت عندي فازه عندي فازه باش نحاول نجربها انا ايوه باش نشوفوا اسكو معناتها مقنعه ولا مش مقنعه شوف هذه سي متران مثلا ترى تفضل باش نشوفوها. انا داخله على الشهر الجديد بعقليه ايجابيه وواثقه من نفسها انا داخله على الشهر الجديد بعقليه ايجابيه وواثقه من نفسي السلبيه والشك ما لهمش مكان في الفصل الجديد من حياتي السلبيه والشك ما لهمش مكان في الفصل الجديد من حياتي انا بكذب كل حاجه حلوه انا بكذب كل حاجه حلوه انا هقدر على كل حاجه انا هقدر على كل حاجه كل شهر وانتم طيبين ميرسي عدالك شهرك مزيان بالحق براي انا فا حست نوف المحلاه حست نوف المحلاه اليوم باش نعمل بلال ما يغششنيش بلال ما يغششنيش اليوم ما عادش باش نعيط اليوم حتى يبدو لي اي موضوع ما عادش باش نعيط الزيت مش غالي اليوم باش نمشي اكثر ايجابيه الزيت مش غالي صحيح الطماطم مش غالي البن وش رايك سي وليد في الموضوع؟ الموضوع؟ موضوع باهي عندي حتى مشكله انا فرحان انا فرحان باش تعدى حصه مزياده مش تعدى حصه جوك على جو معقول تو هكا هذه تعرف تقول هذه تلقاها المراه فهمني انا والله في السفر تسافر كل ويكاند في بالك برا هذه تعيش البرا لا في بالك انا عكسك نمن برشا بالحكايات هذه حطينا اما مش بالطريقه نمن اللي بينك وبين روحك تنجم تنجم توريونتي انت بيدك تمن بهم بلال تنجم توريونتي التوجه العام حتى تبدا في مصايب في كذا تنجم تهز مورا روحك وترد برشا تبدا في جيبو 5000 مش لا لا حاس باع في جيبو 5000 فرنك فهمتني وحومه كامله تسالوا وفيق صباحك كل يوم نهار باهي اليوم انا جوي احلى جو وليد 10000 وين انا 10000 اليوم نهار صحيح هاي صحيح صحيح هو تلقاهم لا بلوبار لبس عليهم هذا قطع من فياج كل ويكاند تاع ديتوكس تمشي للهند تعمل سكي تعمل سكي تعمل حتى ما غير ما غير عنصريه اللي يعمل سكي ما عندوش ذنب لابس به يعمل سكي ما قلناش بالعكس تعمل سكي هاو شوف هاو مثلا نجم كبير نجم كبير وشوفوا وين ولا نجم أدريانو في حالة غريبة تصويرة دارت الناس كل قعدوا باهتين يلا شوفوا الفيديو معناتها ان يكون نجم كبير ولاباس به وكذا وتيح به الدنيا بلال معناتها هو يمكن راهي الاشكاليه انه عامل جوا ما ديما غنيه اي ادريانو هو الاشكاليه احنا مانا ناخذوا خاطر تنتشر راح نحبوها كلاك فما ديما تحس فما نشيخه كي مش نشيخه اما كي واحد يدمر يدقدق ما يقول لك هو ادريانو لاباس به ما يعيش في بذخ كبير برشا ولكن ما تراه يقلق شيخته وحياته رجع لحومته مش هو بني الشاتو نتاعو في حومته ال 24 ساعه ريت هذوكم الكل بحذاه في الدار البيسين السهريات الخرجات يقعد في يحجم عند حجم كيما يقولوا احنا في الشارع هذاك بتاع الكرسي دونك هو دريانو لبس بيه برشا اما شنو هذاك المدو في شيخته ريحته يلقاها غاديك راح تبدا حفيات هو يقصد في حاله مؤسفه بالتسيب يقصد مش حاله مؤسفه فقيره ايوه بتدري هو زاد عنده فيديوهات راهو في الانستغرام تاعو حاجه غريبه جدا معناها كان ينجم ما عندوش حدود كان ينجم يكون في الكوره بالكدا كان ينجم يكمل
خساره ساعه لعب في الانتر بالقدا زاد. وعلاش انسحب من الكره؟ نعرفش علاش انسحب والله ما عنديش فكره، ما عنديش انسحب. يمكن امور تاع معناتها ثم غيره وثم كذا، فما جبد روح تمكميك فهمت، ولا حب وحده، ها حب وحده الوالد نتاعو توفى، الوالد نتاعو توفى، وقصه الوالد نتاعو كي توفى هي اللي اثرت عليه، الوالد نتاعو توفى دونك فحياته تقلبت جمله واحده وتقريبا انتهت الكارير نتاعو في الانتر من وقتها. هذيك كوره كيفاش شفت كيفاش احيانا اي احداث تصير في حياه الانسان تنجم تقلب له. وليد انت نجم كبير، لا ملقح انا بعد 10 سنين توليش هكا، لا ملقح انا، اعطيني كي بيسين ولا حتى نقول لك تنشوف اعطيك بيسين وكل فيلا تنشوف. نمشيو لمامي صنافه مع ايه ونكملوا معاكم هذه ديما لابسه.